صباح الخير، كيجيتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اسراء من مدرسه فيتشر بينرز. ان شاء الله النهارده مع حرف جديد، هو حرف الضاء. حرف الضاء هو حرف من الحروف اللثويه. حرف الضاء صوته ظ، صوت حرف الضاء ظ. نشوف مع بعض اصحاب حرف الضاء: ظبي، ظرف، ظفر، ظل، ظهر. هنشوف أشكال حرف الضاء في أول وسط وآخر الكلمة. حرف الضاء في أول الكلمة بيبقى فارد إيد واحدة على السطر، بيبقى متصل بالحرف اللي بعده زي كلمة ظبي. حرف الضاء في وسط الكلمة بيبقى فارد إيده الاتنين على السطر، بيبقى متصل بالحرف اللي قبله والحرف اللي بعده زي كلمة نظارة. حرف الضاء في آخر الكلمة متصل، بيبقى فارد إيد واحدة متصل بالحرف اللي قبله وأقول له ارجع لأصلك يا حرف الضاء زي كلمة حظ. حرف الضاء في آخر الكلمة منفصل والحروف المنفصلة بتيجي بعد الحروف الشائية زي كلمة محظوظ. حرف الضاء الأخير حرف منفصل عن حرف الواو، لأن حرف الواو حرف شائي. ودلوقتي هنشوف حرف الضاء بأصواته القصيرة: ظ فتحة ظ، ظ فتحة ظ، ظ، ظرف، ظ، ظرف، ظ ضمة ذو، ظ ضمة ذو، ذو، ظفر، ذو، ظفر، ظ قصرة ذي، ظ قصرة ذي، ذي، ظل، ظي، ظل، ظ سكون. احنا عارفين الحرف الساكن حرف نائي، محتاج حرف يصحيه. ظ سكون عظمة، ظ سكون عظمة. شوف مع بعض حرف الظاء مع الأصوات الطويلة: مد الألف طبعا، مد الواو، مد الياء، ظ فتحة زائد مد الألف، ادينا صوت طويل ظ، ظ زي كلمة عظام. ظ عظام. ظ ضمة زائد مد الواو، ادينا صوت طويل ذو، ذو زي كلمة محظوظ. محظوظ كلمة محظوظ فيها مد بالواو. ظ قصرة ذي زائد مد الياء، ادينا صوت طويل ذي، ذي زي كلمة حظيرة. حظيرة كلمة حظيرة فيها مد بالياء. ودلوقتي هنلعب لعبة تحليل الكلمات. جايب لي كلمتين، كلمة ظرف وكلمة ظل. هنحلل الكلمتين، طبعا الحروف بتروح كل حرف في بيته والحرف بيرجع لأصله. هنحلل أول كلمة، كلمة ظرف، حرف الظاء، بعد كده حرف الراء، آخر حرف عندي حرف الفاء. كلمة تانية كلمة ظل، حرف الظاء هيرجع لبيته، حرف اللي بيرجع لبيته والأصل. وبكده بنكون خلصنا حرف الظاء. إلى اللقاء في حرف جديد.